سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهيرة نقدمها لكم من تيليماروك. أنا سناء بكريع والبداية بأبرز العناوين. الملك يدعو المقاولات إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة لكورونا. تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 7967 حالة. والمغرب يعتزم تصنيع 10,000 اختبار تشخيص لكورونا قبل متم يونيو الجاري. أهلا بكم مجددا إلى التفاصيل. دعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات المغربية دعاهم إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19، وأكد بلاغ مشترك لوزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدمهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8,100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن. وأضاف البلاغ أن الملك أعطى تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19 في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل. وحسب المصدر ذاته فإن هذه العملية ستساهم في استئناف الأنشطة أو في استئناف للأنشطة بشكل آمن، والذي يمكن أن يتم في أفضل الظروف. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حتى الساعة 10 من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7,967 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma، أضافت أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7,160 حالة، وذلك بعد تماثل 294 حالة جديدة للشفاء، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 207 حالات بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة. أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي أمس بالعاصمة الرباط خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أول طقم تشخيص لفيروس كوفيد-19، أعلنت أنها ستعمل على إنتاج 10,000 طقم تشخيصي مغربي الصنع خاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري. التقرير لسلمى غزالي. تزامنا مع الدعوة الملكية لأرباب المقاولات إلى إجراء اختبارات التشخيص لمستخدمهم للحد من خطر انتشار فيروس كورونا، المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي تعلن في هذا الإطار عملها على إنتاج 10,000 طقم تشخيصي مغربي الصنع خاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الشهر الجاري. اختبار التشخيص للفحص عن الفيروس، قالت عنه المؤسسة خلال ندوة نظمت أمس، إنه يتميز بخصائص محددة في درجة حساسيته ودقته العاليتين، كما تم التأكد من نجاعته والمصادقة على فعاليته من طرف مراكز بيولوجية وفيروسية ذات مرجعية معترف بها على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة أن الطقم التشخيصي المغربي الصنع جرى تجريبه سريريا على عينة من المصابين بفيروس كورونا المستجد يصل عددهم إلى 450 مصابا، ويوجد اليوم في مرحلة الموافقة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة من أجل المرور إلى مرحلتي الإنتاج والتسويق.
قال المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن عدد الذين استفادوا من تعويضات الصندوق خلال شهر أبريل الماضي بلغ 892,711 أجيراً متوقفاً مؤقتاً عن العمل. وجاء تصريح المسؤول نفسه خلال عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أول أمس، مؤكداً أن التعويض الجزافي بلغ 1,733 مليون درهم. هند صدقي والمزيد. قدم المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول أمس بالرباط عرضاً أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، استعرض خلاله الإجراءات التي اتخذها الصندوق لتشجيع حالة الطوارئ الصحية وأهم المعطيات والمؤشرات حول الصندوق بهذا الخصوص، إذ أكد أن 892,711 أجيراً متوقفاً مؤقتاً عن العمل استفادوا من تعويضات الصندوق، وذلك خلال شهر أبريل الماضي مقابل 716,061 أجيراً في مارس الماضي. وبلغ التعويض الجزافي 1,733,000 درهم خلال شهر أبريل، معطيات تم التأكيد أنها تشمل خصوصا تمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل بتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية لفائدتهم، إذ كانت اختيارية إلى غاية يونيو الجاري لتصبح إجبارية ابتداء منها. وأبرز المدير العام بالنيابة من جهة أخرى أن نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تواجه إكراهات، منها بداية عجز هيكلي في عام 2024 وحقوق هزيلة بالنسبة للمؤمن لهم، ممن لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، وعدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا. في الوقت الذي أصبح خلاله عدد المصابين بفيروس كورونا يتنقص يوما بعد آخر، أطلق عدد من المواطنين بالرباط نداءات من أجل الاستمرار في الحجر الصحي خلال الأيام المتبقية لإنهاء المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ الصحية، حيث يرتقب أن ترفع الحكومة الحجر بالنظر إلى عدد من إجراءات الاستعدادات التي تتخذها. ووجه مواطنون بالرباط تحذيرات من تحول سوق باب الأحد إلى بؤرة جديدة قد تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا بسبب عدم التزام المواطنين والبائعين فيها بإجراءات التباعد الاجتماعي. روبورتاج في الموضوع لكريم أمزيان، هند صدقي وأشرف أشقيرك. رغم حالة الطمأنينة التي بدأت تسود في نفوس المواطنين بالرباط، إلا أن بعضا منهم لا يخفون حالة التوجس والخوف التي ترافقهم، خصوصا في بعض الأحياء الشعبية ومن ضمنها باب الحد بالرباط التي يوجد فيها سوق يومي يعج بالباعة والمشترين، معظمهم لا يلتزمون بشروط السلامة والوقاية ومن ضمنها قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة الواقية. بالعكس المدينة العتيقة محترمة من ذاك الشيء الكبير. الاختلاط لا بدا وني واحد الساعة بين مع الثلاثة ما كيبقاش هذاك الاختلاط. كاين ضطر. مع الثلاثة كتلقى الحوانت كلهم سادين والناس كلها، الناس كتقدى. والبعد راه كيديروا بيناتهم، ما كاينش شي هذا. لا بدا ذاك المترو ما كياخذوه نص مترو، في الحقيقة ما كاينش مترو، وني كتكون نص مترو. بعض المواطنين يبررون ذلك بالتأكيد على أن سكان المدينة القديمة لا يغادرون أسوارها، وبالتالي لا يمكن للعدوى أن تنتقل إليهم ما داموا يتحركون في رقعة جغرافية صغيرة دون أن يكون لديهم مخالطون من أحياء أو مدن أخرى، فيما بعض السكان يستنكرون ذلك ويطالبون السلطات بالتدخل من أجل فرض إجراءات التباعد عليهم، خصوصا في حال ما إذا كانت السلطات تعتزم رفع الحجر الصحي في العاشر من يونيو الجاري. السوق ديما عامر، خاص السلطة هي تمد ديال القوانين ديالو المسائل، ولكن الناس ما بغاش تحترم الحجر يعني بالخصوص في الحي هذا بوقرون. باقي المدينه كاين التزام تقريبا، كاين الناس اللي محترمين وكاين الناس اللي ما محترمينش. لتحت كاع ما محترمين شويه حيت كيتعرموا بزاف، حيت لتحت كاين كيبيعوا الخضره شويه مرخصه كيبدا يتجمعوا عليها لتحت، اما هنايا كاين شويه غالي كاع ما كيتجمعوا، وخا السلطه كتجمع عليهم كيحشموش والو. بعض المدن والأقاليم وجهات بأكملها أعلنت صفر حالة إصابة،
ومنذ أيام لم تسجل بها أي حالة إصابة بسبب انضباط سكانها، وهو ما تصبو إليه كل المدن، فيما مدن أخرى ما زال بعض مرضى كورونا يتلقون العلاج في مستشفياتها. تم استثمار نحو 50 مليون درهم لإنجاز جسر على مستوى بدال تمارة بطريق السيارة الرباط الدار البيضاء، وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة السير بهذا البدال. وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمار، الذي كان يطلع على تقدم الأشغال على مستوى البدال، قال إن هذا المشروع يروم تحقيقا انسيابية في حركة السير ما بين تمارة وهرهورة، وتحسين التنقل على طريق السيار من خلال تمكين مستعمليه من خدمة بأفضل جودة. وشدد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه بالنظر لحجم حركة السير انطلاقا من طريق السيار الرباط الدار البيضاء نحو تمارة وهرهورة، معتبرا أن من شأن هذا الورش الذي تم الشروع في إنجازه في شتنبر 2019 على أن ينتهي فيما تم السنة الجارية، من شأنه تخفيف الضغط عن هذا الطريق السيار الرابط بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية. وجهت فعاليات جمعوية دعوات إلى الحكومة لجعل التعليم والصحة ومحاربة الهشاشة الأسرية ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد، وذلك عقب تسجيل خصص في هذه المجالات خلال الظرفية الوبائية التي تمر منها المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير من إعداد ويان فرج. محاربة الهشاشة الأسرية ودعم قطاعي الصحة والتعليم أولويات دعت جمعية حماية الأسرة المغربية إلى التركيز عليها من أجل نماء المجتمع المغربي وتطويره لمواجهة الأزمات والأوبئة. وحسب بلاغ للجمعية، أبانت الظرفية الوبائية الحالية عن وجود اختلالات في الأوضاع الاجتماعية، ما بات يتطلب إعادة النظر في الإمكانيات المرصودة لهذه الأولويات وفق رؤية جديدة. واقترحت الجمعية لهذا الغرض إعداد خطة بشأن التربية والتعليم بصفتهما مدخلا أساسيا لتنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد، فضلا عن تحقيق توازن في دخل المواطنين والعمل على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع. وشددت الجمعية في بلاغ حول الظرفية الاجتماعية في ظل كوفيد-19 على ضرورة الحد من نسب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأسر عبر تسخير كافة الطاقات الممكنة لهذه العملية. كما اقترحت الجمعية مجموعة من التدابير الأساسية لتحقيق النموذج التنموي المشهود، تتمثل في فرض إجبارية محو الأمية وإدخال تعديلات على بعض بنود مدونة الأسرة خاصة التي تؤثر سلبا على الأفراد. كما يتعلق الإجراء الثالث بتقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة والفقيرة من أجل محاربة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية، مع تسهيل مساطر التكفل بالأطفال والمسنين المتخلى عنهم. سجلت إسبانيا أمس الأربعاء حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس بإسبانيا إلى 27128 حالة. ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل الحكومي بين مؤيدين ورافضين لتمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. هذا صادق مجلس النواب الإسباني أمس الأربعاء للمرة السادسة على التوالي على تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما أخرى، وذلك حتى 21 من يونيو الجاري، من أجل مواصلة دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا. بينما صوتت بعض الأحزاب ضد هذا الإجراء وامتنع نواب آخرون عن التصويت. من جهته أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة أن الهدف الوحيد من تفعيل حالة الطوارئ هو مراقبة ومحاولة السيطرة على انتشار الوباء، مذكرا بأن هذا التدبير هو آلية وأداة يضمنها ويضعها الدستور الإسباني في أيدي الدولة، كما أن جميع الحريات قد تمت المحافظة عليها وحمايتها منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ.
أعلنت السلطات الأمريكية أمس الأربعاء أن رجال الشرطة الأربعة الذين أوقفوا جورج فلويد في مينيابوليس أصبحوا ملاحقين قضائياً، وكان الضابط ديريك شوفين الذي جثم بركبته على عنق الضحية فلويد لمدة نهزت 9 دقائق تبع سابقاً بتهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، في حين لم توجه أي تهمة لضابطي الشرطة اللذين ساعدا على توقيف فلويد وكذا ضابط آخر كان يقف إلى جانبهما، بينما أعيد توصيف موت فلويد بالجريمة كما كان يطالب مئات الآلاف من الأمريكيين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي. وطالبت عائلة جورج فلويد مرارا بإلقاء القبض على الضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في عمليات الاعتقال. وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد أيام من الاحتجاجات والاضطرابات التي انطلقت في مينيابوليس لتعم جميع أنحاء البلاد. قررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء هيدروكسيكلوروكين المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في لقاء صحفي إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة هيدروكسيكلوروكين إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. وأضاف غيبريسوس أنه بناء على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات، قدم أعضاء اللجنة توصية مفادها أنه لا توجد أسباب لتغيير بروتوكولات الاختبارات. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الملك يدعو المقاولات إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة لكورونا. تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة المغربية، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 7967 حالة. المغرب يعتزم تصنيع 10,000 اختبار تشخيص لكورونا قبل ما تم شهر يونيو الجاري. شكرا على طيب المتابعة، تتعرفون بعد قليل على أبرز ما جاء في الصحف الوطنية والدولية رفقة الزميلة فاطمة الزهراء دورات. لكم مني ومن كامل فريق غرفة الأخبار بتيلي ماروك أجمل التحايا والمنى، في أمان الله.